عمرك ما شعورين في أهل شرق أول؟ أهل شرق طال عمرك أهل شرق بالغوص، بالغوص وطواشة، والغوص ذاك اليوم 14 وأنا المسؤول، يعني جون جولاي أغسط سبتمبر، أسمح لهم يجون في 5 أكتوبر، وسفن كثيرة ذاك اليوم، عندي 772 سفينة بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك أبو السفن ذاك اليوم. السفينة النوخذة والمقدمي والسكوني والنهامة والسيب والغيص والرضيف وصاحب الثلث والعزال، هذه كلها مجموعة. ترى هذه رطينة عمي حقنا، ما حق الشباب رطينة كذلك. نعم يعني الغيص والسيب والرضيف والتباب، ها واشتراكية. اشتراكية ليش اشتراكية؟ سفينة فيها 50 غيص و50 سيب غير البقية الآخرين، وغاصوا نهارهم كله، وإذا غابت الشمس قالوا فوق غيوب الشمس، واستعدوا عدد يغسلون ويصلون ويتعشون. الصبح يجمعون الفلقة كلها المحار بسطحة السدرية، ويجي النخذة والسكوني والنهامة، يعني يرابون على الفليقة اللي يفلقونها. اي نعم. اي ويجمعون مخملهم، هذه حصبات راس وهذه حصبات بطن، وهذا ذيل وهذا قولوة وهذا قماش وهذا سحتيت، هذا المهنة. فباجي اللي تبقى من المحار بخت التبابة، التبابة أولاد أعمارهم 14 و15 من حظهم، الباجي لهم ويطلعون لهم أيضا. شنو شغلتهم ذولا؟ التبابة نعم. شغلتهم خدمة السفينة والبحرية، يجيب شاي يجيب ماء يجيب تمرة، خدمة. إنما يحصل من السحتيت البقايا، صغار البقايا نعم. ذاك اليوم نعم. إلى اليوم هذا لا فرق كبير. ذاك اليوم المرأة ربت بيت وتربي عيالها تربية صالحة مع التوجيه أيضا الزوج والعائلة، تغير اليوم الشيء، تغير كلي بعد، تغير كلي. في التغير هذا شيء ملموس أمي ولا بس نظرتكم أنتم؟ يمكن نظرتكم قاسية عليها. لا يعني. والله أنا منصف، وأنا نصير المرأة بعد، وأخذ من المرأة اللي على حقها، وفعلا خدمتها خدمة طويلة حتى كنت وزيرا للتربية، ومشت التربية سنين، وفكرت أعمل مدرسة بنات، وهذه أول مدرسة بالكويت، وأجر بيت محمد المانع تاجر لولو بالجبلة، وصلح البيت ورتبه، وأجر 12 مدرسة، قسم من البصرة وقسم من بغداد وقسم من فلسطين، وجو إلى الصفوف وصفوف مرتبة كاملة، ما جاني أحد ولا بنت، ماكو طالبات ما ولا بنت. والحقيقة الشيخ عبد العزيز حمادة والشيخ أحمد بن خميس والشيخ عطية والشيخ وبعض المشايخ يوم الجمعة يعتلون المنابر ويعترضون علي، لا يغريكم عبد الله الجابر يعلم بناتكم الكتابة والقراءة، وبكرة البنت متى ما تعلمت الكتابة والقراءة تراسل للشاب. شو تتصور هذا الجهل؟ ونطعهم الحقيقة، طعهم، وخذت لي مدة الحقيقة. بعدين غناتي وسول أحمد الغانم هذا الموجود، ونصف اليوسف وسعدون الجاسم وابن مشاري، 4 بنات وجو إلى المدرسة، وعيلهم السيارة وخدمة وأكل ومعاش، معاش شهري حق الدارسات، حق الدارسات معاش جاري، أغراحت يكون يغيرهم. وفعلا الحقيقة مشت المسألة. ذاك اليوم المديرة إقبال زوجة عبد اللطيف الشملان
هي مديرة أول مدرسة. أم عصام. إيه نعم أم عصام، هذه القبلية، والثانية الشرقية ربيحة المغدادي، زوجة الدرويش المغدادي ربيحة، موجودة الآن بعد وعندها مدرسة الآن، هذا باسم الجميل أو الجميل. إيه نعم.